بص بقى يا ناصر، النهارده انا هعمل فيك مقلب هطردك من البيت. ماشي ماشي ماشي. ماشي. اول ما اطردك من البيت نعمل بقى حته عصاره ونقوم حالتين حته اغنيه بقى. ايه انت فاهمني؟ فاهمني؟ لا مثلا، طب هقول لك يا لا سيدي، مثلا، انا مش هاخد المصاصه منك. الناس حالا بتتفرج علينا، بس هما مش هيعرفوا بقى الفيديو الاصلي، دي كواليس. انا لما اجي اطردك من البيت انت بقى تعمل حته قصاره. ماشي ماشي المصاصة. يا عم، ركز معايا بقى. ماشي، هعتبرها ماشي وهعديها. اول ما تطردك من البيت تقول لا يا بابا مش خارج، وتقعد بقى ايه، هعتبرك بتقول لي ماشي تاني. طب اسمع بس هقولك، ما انا كده كده هطردك. طب اصبر بس، طب اهدى بس هقولك. طب بص بالراحه كده. انا لما اقعد يا ناصر، هات المصاصه، هات. طب كلها، يلا كل. بص، اول ما هطردك، ما انت ما تلغوش عليا، انا هقول المقلب برضه. انا هطرد، طب ماشي هقولك، هطردك من البيت تقوم انت جاي. هو قصده ماشي، هو قصده ان هو فاهم يا جماعه، فما حدش، هما فهموا خلاص، هما فهموا. بغبغان بيتكلم. بص هقول لك، تقوم انت واقف اهو، هنقوم مركبينه اغنيه حزينه فالناس تصعب عليك. بقول لك ايه، بقول لكم ايه، بصوا بقى. طب خلاص، طب المقلب باظ، انا بقى اللي هطرد نفسي من البيت. يا عم مش عايز اعرفك، بص اقعد اهو والموبايل معاك وعيش حياتك براحتك. انا ماشي، باي يا عم، باي باي. انا همشي مش هجيلك تاني، خلاص همشي. باي يا جدع، جننتني في عيشتي يا راجل. يا راجل نفسي اعمل مقلب فيك ويتعمل، انت عيل نوتي. انت بتعمل ايه؟ انت هترقص كمان؟ احيه. انا كعبد الله اعتزلت المقلب، خلاص مش هعمل مقلب تاني. حلو قوي كده. بص يا ناصر، بص الفيديو معاك اهو، وخلصه واعمله، نزله انت. انا مش هعمل فيديوهات تاني. يا ساتر، امشي باي كمان، يعني مش همك. شفته شفته، يعني شفته ناصر بيقول لي امشي باي، يعني عادي خلاص. فالمقلب اتحول ان انا يا جماعه اللي هطرد، انا اللي اطردت خلاص. شكرا يا ناصر، باي يا جماعه.